ثم فاصل في القرل والرهن. هذا ما السنه. فاصل في القرل والرهن. قرل إقرال كذلك أحكام المقرل كل هذا سيأتي. الإقرال سنة هكذا. الإقرال وهو أولا يعرف وهو تمليك شيء على أن يرد أن يرد مثله. تمليك شيء على أن يرد مثله نعم. هذا هو الإقرال. سنة لما فيه إعانة على كشف قربة. لماذا صارت سنة؟ حكمة التشريع عن فيه يعني في الإقرار إعانة على كشف قربة. ومعنى كشف قربة، قربة معناه شدة، كشف إزالة، فإذا فيه إزالة شدة. وهو من السنن الأكيدة وهو من السنن الأكيدة. هذا تفريع من هذه العلة. لما عن الإقرار فيه إعانة على كشف قربة، صار الإقرار من السنن المتأكدة. نعم. للأحاديث الشهيرة هكذا قال هنا، لكن في التحفة قال للآيات الكثيرة والأحاديث الشهيرة هكذا. فإذا فيه يوجد آية النيل، لكن المصنف ذكر هنا أحاديث كخبر مسلم رحمه الله: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا تمام الحديث. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا الله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شجع الإقرار، لذلك صار سنة. نفس عن أخيه كربة معناه كشف كربة، أزال شدة. وصح خبر كذلك حديث آخر يدل على سنية الإقرار. وصح خبر من أقرل لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما. كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. نعم. فإذا رجل ماذا فعل؟ هو أقرل مرتين، يكون له مثل أجر أحدهما لو تصدق به، كأنه تصدق مرة واحدة، يكون له هذا الثواب العليم، ولم يتصدق بل هو أقرل فقط مرتين. هذا يعني فيه فائدة عظيمة، وهذا ماله يرد إليه، يعني مثله يأتي إليه، وكذلك عند الله تعالى ثواب. فإذا معناه أنه إذا أقرل درهما مثلا مرتين كان له أجر صدقة صدقة مرة واحدة، كأنه تصدق بدرهم مرة لو أقرلها أقرله مرتين. نعم. ثم والصدقة أفضل منه خلافا لبعضهم. مع ذلك الصدقة أفضل منه مما يعني من القرل خلافا لبعضهم. ومحل ندبه إن لم يكن المقترض مضطرا وإلا وجبا. يعني لو كان المقترض مضطرا، ما معنى الاضطرار؟ الاضطرار معناه من يناله مشقة شديدة لا تحتمل عادة وإن لم تبه التيمما. لو كان لهذا المقترض ضرورة هكذا فالقرض واجب. نعم. ليس سنة. ويحرم الاقتراض على غير ملتر. ثم القرض يكون حراما في بعض الأحيان. هذا الحرام لمن يعني الاقتراض يكون حرام على غير ملتر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل. هذا رجل يريد أن يقترض ثم بعد ذلك ليس عنده جهة ظاهرة للوفاء به، يحرم عليه لو لم يكن مضطرا. فإن كان مضطرا لا يحرم. ثم بعد ذلك لو كان المقرض يعلم بحاله أيضا لا يحرم.
فإذا حرمت مقيد بقيدين، ما لم يعلم المقرض بحاله وكذلك يعني لم يكن مضطرا، عندئذ يحرم إلا لا يحرم. من جهة ظاهرة، ما معنى جهة ظاهرة؟ أي قريبة الحصول، سبق أن بينا في صدقة التطوع. من الله جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل، كالإقرار عند العلم أو الظن من آخره أنه ينفقه في معصية، فهذا أيضا حرام. القرض إقرار حرام، والذي سبق إقرار حرام، وهذا إقرار حرام. عند العلم أو الظن من آخره أن آخذه ينفقه في معصية، عندئذ يكون حراما. ثم بعده ويحصل بإيجاب كأقرضتك كسائر العقود بإيجاب وقبول. القرض أيضا يقع بإيجاب وقبول. إيجاب كأقرضتك هذا أو ملكتكه، يعني هذا القرض مثل البيع، القرض مثل البيع ليس مثل الهبة. الهبة تحصل بدون إيجاب ولا قبول، أما هذا فينبغي الإيجاب والقبول. إيجاب معناه إيقاع، إيقاع العقد، إيقاع القرض. كأقرضتك هذا، أقرضتك هذا أو ملكتك على أن ترد مثله، هذه صيغة ثانية. في الأولى هذا فقط أقرضتك هذا، بسبب أن هذا صيغة صريحة لا حاجة إلى ذكر رد البدل. أما صيغة ثانية ملكتك، هذا التمليك ليس صريحا في القرض، بل إما يكون بطريق الهبة أو الصدقة أو البيع هكذا. فإذا يجب ذكر رد المثل، لذلك قال ملكتك على أن ترد مثله، يكون إيجاب القرض. أو خذه ورد بدله، صيغة أخرى، خذه ورد بدله، أو اصرفه في حوائجك وأرد بدله، اصرفه في حوائجك ورد بدله، هذه صيغة أخرى. فإن حذف ورد بدله، بدله يعني هنا في ثلاث صيغ ذكر رد المثل، على أن ترد مثله أو رد بدله، أنا في خذه أو اصرفه في حوائجك. في هذه الصيغ الثلاث لو لم يذكر رد بدله بل ذكر ملكتك هذا أو خذه فقط أو يصرفه في حوائجك فقط، فكناية، يكون هذا كناية. لا، في الأخير فقط. فإن حذف يعني ليس من هذه الثلاثة بل في الأخير. نعم، يصرفه في حوائجك ورد بدله. من هذه الصيغة لو حذف قوله رد بدله بل قال اصرفه في حوائجك، هذا يكون من صيغ كنايات القرض الإقرار. ثم بالنسبة إلى ما قبله يعني خذه ورد بدله، لو حذف منه رد بدله بعد ذلك قال يعني خذه فقط، ماذا يكون حكمه؟ هذا الذي يذكر بعده، وخذه فقط اللغون، يعني لا يكون صريحا ولا كناية بل يكون اللغوا، إلا إن سبقه أقرضني هذا فيكون قرضا. فإذا رجل قال أقرضني هذا فقال خذه،
هذا يكون قرضا، يعني لو كان قوله خذه واقعيا في جواب قول المقتر لأقرضني يكون قرضا، أو أعدتني، يعني رجل قال خذه في جواب قول رجل أعدتني فيكون هبة لا يكون قرضا. ثم ولو اقتصر على ملكتك، يعني بالنسبة إلى صيغة الثالثة السابقة من البداية صيغة ثانية، ملكتك على أن ترد بدله، في هذا ذكر يعني ملكتك فقط، ولم يذكر على أن ترد مثله، هل يكون قرضا؟ لا. ولو اقتصر على ملكتك ولم ينوي البدل فهبة وإلا فكناية. فإذا هنا يعني ذكر رد البدل في ثلاث من السياق. أحكام هذه الثلاثة مختلفة عند حديث رد البدل. نعم. ثم ولم اختلف في نية البدل في صيغة ملكتك، هناك اختلف في نية البدل، يعني المقرض أو القائل ملكتك هو قال أنه أعدته بنية البدل، فإذا القابض الذي قبضه قال هذا ما كان على نية البدل، لأجل ذلك ليس علي لك شيء، لا أرد شيئا، هكذا لو ادعى من يصدق من صدق الدافع، لماذا؟ لأنه عرف بقصده، هذا خلاف بالنية بالنسبة إلى النية، النبي هو الذي يعلم قصده ونيته، أما غيره لا يطلع عليه، لذلك يصدق. أو في البدل صدق الآخذ في عدم الذكر، أو في ذكر البدل. نعم. لو اختلفا في ذكر البدل إذن صدق الآخذ في عدم الذكر، لماذا؟ لأنه الأصل، فيما مضى صدق الدافع، لماذا؟ لتعذر الاطلاع عليه بغير طريقه، لذلك. أما هنا الذكر لو كان الرد مذكورا يسمعه الآخر، فإذا هناك طريق للاطلاع عليه، فإذا ينظر يعني ما هو موافق للأصل، الأصل عدم الذكر. والصيغة لأنه الأصل والصيغة ظاهرة فيما ادعاه، والصيغة يعني صيغة هذا بقية للتي عطفنا لا ضمير هو اسم أنه لأنه وصيغة، إذن الصيغة ظاهرة، ما هي صيغة ملكتك؟ هذا فيما ادعاه معناه، فيما ادعاه من عدم ذكر البدل. ولو قال لمضطر أطعمتك بعوض، يعني رجل أطعم رجلا مضطرا، لا رجل له اضطرار، فإذا مضطر يعني سبق أن بينا له حاجة لا تتحمل عادة، لا تتحمل عادة، هكذا رجل. أطعم هو الطعام، ثم قال أنه أطعمه بعوض، بعوض معناه بإرادة لعوضه، فأنكر يعني هذا المضطر أنكر وقال ما أطعمتني بنية العوض بل مجانا، صدق المطعم، لماذا؟ حملا للناس على هذه المكرمة. نعم. إذن هذه النية تعرف من جانبه ولا يطلع عليها غيره، ومع ذلك تأييدا له قال حملا للناس،
يعني تشجيعا وترغيبا للناس على هذه المكرمة الخصلة الحميدة. ثم يعني هذا الطعام المضطر. ولو قال وهبتك بعبادي، يعني هذا في مسألة الهبة، ليس هذا مسألة القرض، لكن هنا ذكر التبع. وهبتك يعني رجل أعطى لآخر هبة ثم بعد ذلك اختلف. فإذا الواهب قال وهبتك بعبادي، يعني هذا هبة بمقابل، هكذا ادعى. هل يجب عليه البدل على الموهوب له؟ وقال مجالا، يعني الموهوب له قال يعني أعطيتني مجانا بلا عوض، صدق المتهب. نعم، الموهوب له يصدق. ثم ولو قال اشتري لي بدرهمك خبزا، هكذا قال رجل، قال لآخر اشتري لي بدرهمك خبزا أو شيئا آخر، درهم أيضا يعني مثال، أو بدينارك، فاشترى له هذا المخاطب، اشترى للمخاطب للعامل للقائل كان الدرهم قرضا لا هبة على المعتمد. فإذا هذا قرض ضمني، كما يكون في البيع بعض أنواع، وبيع ضمني كذلك هذا قرض ضمني. في القرض الضمني لا حاجة إلى صيغة النعم، صيغة القرض. وقبول، فإذا يحصل بإيجاب وقبول متصل به، يعني في الإيجاب والقبول شروط سابقة في باب البيع، منها هذا الاتصال، كذلك الموافقة سبق أن يكون بصيغة المال متصل به، يعني بالإيجاب. اقرلته، اقترلت هنا، هو قال اقرلت وهذا قال اقترلته، اقتراض قبول القرض. نعم، او قال قبلت قرضه. نعم، القرض الحكومي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر الى ايجاب وقبول. هذا هو قرض حكومي وقرض ضمني، وهذا لا يحتاج إلى إيجاب وقبول. فإذا كأن هذا مستثنى من قوله يحصل بإيجاب وقبول، هذا الاستدراك. نعم، القرض الحكومي كالإنفاق على اللقيط المحتاج، رجل وجد لقيطا ثم كان هذا اللقيط محتاجا، فإذا أنفق عليه بنية الرد، فهذا يكون قرلا. وإطعام الجائع كذلك، رجل أطعم جائعا مضطرا بنية الرد. وكسوة العاري كذلك، رجل إنسان عاري يحتاج إلى ثوب، فإذا أعطاه الثوب بنية الرد لا يفتقر. كل هذا قرض حكمي لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. ثم يقول ومنه، مما من القرض الحكمي، منه أمر غيره بإعطاء ماله ما له ورل فيه. ومنه يعني من القرض الحكمي أمر غيره، رجل يأمر غيره، يأمر بأي شيء، بإعطاء ما، يعني بإعطاء شيء له غرل فيه، له يعني للآمر غرل فيه، في أي شيء، في الإعطاء، في هذا الإعطاء له غرل. فإذا هكذا أمره، كإعطاء شاعر، فإذا رجل عنده شاعر، فهذا الشاعر ممكن مدح هذا العامر في مجلسه، فإذا هو أراد أن يعطيه لزيادة مدحه لإرلاء هذا الشاعر،
وهكذا لترغيبه وتحميسه أو لعالم يؤتى إلى عالم لماذا؟ لأن يتخلص من ظلمه هذا غرض للآمر وإطعام فقير كذلك وهو يعطي أي يطعم فقيرا أو فداء أسير وكل هذا منه يعني من القرض الحكومي لا يحتاج إلى صيغة صريحة للقرض يعني لإيجابه وقبوله نعم لو كان كل هذا على نيته الرد يكون قرضا نعم المعطي أتى شاعرا بنية أن يرد من العامري وكذلك المعطي أتى للعالم بنية أن يأخذ بدله من العامر كذا كذا فإذا يكون هذا قرضا ضمنيا حكميا ثم وعمر داري هذا أيضا مما من القرض الحكمي وضعتهن على قوله أمر غيره فيكون المعنى ومنه أمر غيره وعمر داري كلاهما من القرض الحكمي عمر داري يعني هو أمر بتعمير داره فالمأمور عمر داره فإذا ما أنفق في هذا التعمير يكون قرضا عليه وقال جم لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول هذا يعني بيان خلاف في هذه المسألة والمصنف قال يحصل بإيجاب وقبول لكن ليس هذا حكما متفقا عليه فيه خلاف وقال جم لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول يعني هذا الجم هم الذين شرطوا في البيع الإيجاب والقبول هؤلاء هم شرطوا في البيع الإيجاب والقبول ومع ذلك قالوا لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول لماذا؟ هم ذكروا أن القرض مثل الهبة ليس مثل البيع ثم بعد ذلك أيده الإمام الأزرعي بخلاف المعاتات في البيع نعم فإذا هذا القول قال جم هذا القول وهذا الخلاف ليس خلاف المعاتات بل هذا خلاف آخر نعم واختاره الأزرعي واختار قول الجم بعدم اشتراط القرض نعم هذا اختاره الأزرعي وقال يعني الإمام الأزرعي قال تأييدا لاختياره قياس جواز المعاتات في البيع جوازها هنا قياس جواز المعاتات في البيع جوازها هنا هكذا هو أيد بعد ذلك اختار لكن هذا اعترضه الغزي وقال بأنه سهو لأن شرط المعاتات بذل العوض أو التزامه في الذمة هذا ليس كثير فائدة ثم وإنما يجوز القرض من أهل التبرع يبين هنا بعد بيان الصيغة صيغة القرض يبين هنا شرط المقرض نعم إنما يجوز القرض من أهل تبرع ثم بعده قال فيما يسلم فيه هذا شرط المال المقروض إذن جمع فيه شرط أمرين ينبغي أن يكون المقرض من أهل تصرف مطلق فإذن لا يصح من صبي لأنه ليس من أهل التصرف التبرع وكذلك لا يصلح من مجنون ولا سفيه
ولا من أوليائهم أيضا من مال الصبي والمجنون والسفيه. ولي صبي لا يتبرع بمال الصبي. ثم في أي شيء يجوز القرض؟ فيما يسلم فيه. فيما يسلم فيه يعني في السلم ينبغي أن يكون المسلم فيه دينا لا عينا، لكن هذا ليس شرطا هنا. إما المقروض إما يكون دينا أو في الذمة يعني أو يعني عينا، دينا أو عينا كلاهما هنا صحيح. فإذا معنى قول المصنف فيما يسلم فيه معناه في نوع ما يسلم فيه، سواء كان القرض دينا أو عينا، ينبغي أن يكون هذا الشيء المقروض مما يجوز فيه السلام. هذا معنى. إذن ما لا يجوز فيه السلام لا يجوز القرض. من حيوان أو غيره من أهل التبرع فيما يقرضه، فلا يصح إقراض الولي مال مهجوره بلا ضرورة، لأنه ليس أهلا للتبرع فيه يعني في مال المهجور. فإذا بقوله فيما يسلم فيه يحترز عما لا ينضبط أو عما يندر وجوده أو يتعذر أو يتعسر رد مثله. هذا الذي أراد بهذا القول. فهذه الأشياء لا يصح فيها السلام، يعني هذا شيء لا ينضبط، لا يمكن ضبطه بكيل وزن أو وصف هكذا، أو هذا شيء نادر الوجود أو ليس نادر الوجود بل تعذر أو تعسر رد مثله. نعم. فهذه الأشياء لا يصح القرض أيضا كما لا يصح السلم فيها. ثم من حيوان أو غيره ولو نقدا مغشوشا، هذا بيان لما يسلم فيه. إما حيوان، فإذا رجل يقرض حيوانا مثلا عبدا أو يعني بهيمة هكذا، ثم يرد مثله، ثم من حيوان أو غيره. هذا الغير له غاية ولو نقدا مغشوشا، نعم مغشوشا، ثم بعد ذلك وإن جهل مقدر غشه هكذا ذكر في التحفة. فإذا لا يشترط أن يكون مقدار الغش معلوم، بل لو كان مجهولا أيضا نسيفنا. يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامل. نعم يجوز قرض الخبز وكذلك العجين، يجوز قرضهما، وكذلك الخمير الحامل للرؤبة. يجوز قرض الخمير، الخمير هو نوع من العجين. هنا عبارة التحفة ولو خميرا هكذا بالغاية، ولو خميرا. إذن حسب هذا يكون، نعم يكون من عطف الخاص على العام. والخمير ما معنى الخمير؟ خمير يعني المنتفخ، يقال خمر العجين بمعنى انتفخ، وقال خمر عسير العنب يعني صار خميرا. أما خمرت المرأة يعني لبست الخمار هكذا، نعم يختلف. ثم بعده والخمير الحامل أيضا المنتفخ. أما الروبة لا يجوز قرضه على الوجه. لماذا؟ لنفس العلة، هذا لا يجوز السلم فيه لعدم إمكان الضبط. نعم. وهي خميرة، الروبة ما هي؟ وهي خميرة لبن حامل، لبن حامل
لو صار اللبن حامضا يقال له خاثر، نعم خاثر، منه يكون شيء منتفخ، يكون هذا شيء من فيه جمود، يكون جامدا إلى حد أكثر من اللبن. تلقى على اللبن، وهذه الخميرة لما تستعمل؟ هذا تلقى على اللبن لما؟ ليروب. لو ألقيت هذه الروبة في اللبن ثم ترك مدة يروب اللبن، يكون أيضا روبة. لماذا لا يصح القرض في الروبة؟ الاختلاف حمولتها المقصودة. حمولة هذا ليست منضبطة، لا يمكن ضبطها، بل تختلف. نعم هذا يعني هذه الحمولة مقصودة للروبة. لذلك ثم ولو قال أقرضني عشرة، هكذا قال رجل لآخر أقرضني عشرة أو مئة أو ألفا هكذا، فقال خذها من فلان، إذن هو أحال على فلان آخر، جعله حوالة على آخر. فإذن هناك ينظر ماذا حال ذاك الفلان، ممكن يكون عنده يكون تحته مال لهذا العامري. فإن كانت فإن كانت له، إن كانت يعني العشرة له معناه مملوكا له، لمن؟ للعامري القائل خذها من فلان. هكذا ذا عشرة مملوكة له لا تحت يده، يعني تحت يد ذلك الفلان، هذه عشرة موجودة عنده هكذا ملكا للعامري، جازا يعني قرض صار جائزا. وإلا فهو وكيل في قبضها فلا بد من تجديد قرضها. وإن لم يكن تحت يده هكذا عشرة مملوكة للعامر فهو وكيل، فهذا المأمور وهو القائل أقرضني عشرة، المخاطب بقوله خذها من فلان، فهذا الرجل يكون وكيلا في قبضها في قبض العشرة من ذلك الفلان. فإذا لو كان وكيلا لا يتم به يعني بالأخذ القرض، بل يجب يعني تجديد القرض. فإذا هذا وكيل يذهب إلى فلان يأخذ منه هذه عشرة، ثم بعد ذلك ينشئ عقد قرض، يعني قراض وقرض جديدا بعد القبض. أما الأول صار قرضا لا حاجة إلى تجديدنا، وهكذا فرق. هذا تجديد القرض يعني بعد قبضها. نعم لماذا يجب تجديد القرض؟ لامتناع اتحاد القابض والمقبض، وإلا هكذا يكون القابض والمقبض واحدا. نعم هذا ممتنع. ويمتنع على ولي قرض مال موليه، هذا معترض قوله يصح من آهل تبرع، فهذا ليس من آهل التبرع في ماله. نعم على ولي صبي يعني مولي صبي أو مجنون أو سفيه هكذا، قرض مال موليه يعني مال المهجور لا يجوز بلا ضرورة. نعم يجوز للقاضي إقراض مال المهجور عليه، قاضي بلا ضرورة. لماذا؟ لكثرة أشغاله، أشغال القاضي. إن كان المقترض أمينا موسرا، لكن متى يجوز للقاضي؟ يجوز للقاضي لو كان المقترض أمينا موسرا، وإلا لا يجوز له. نعم إذن ما معنى لكثرة أشغاله؟ يعني بسبب كثرة أشغاله لا يستطيع أن يحفظ ويصون مال المهجور عليه كما يصونه الولي. بالنسبة إلى الولي أشغاله مقصورة، بالنسبة إلى أشغال الحاكم يكون عنده أشغال كثيرة.
فإذا لا يستطيع أن يصون أموال كل مهجور مهجور مهجور. لذلك لو أقرضه ليمين موسر يكون هذا طريقا لحفظ ماله وصيانته، لذلك يجوز له. نعم. ثم ومالك مقترض بقبض، هكذا لو تم الإيجاب والقبول بعد ذلك قبل أيضا بعد الإيجاب والقبول يجب القبض، هكذا لو قبل مقترض مالك هذا المال لا حاجة إلى أمر آخر. نعم. بقبل بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه، يملكه على حاجة إلى التصرف فيه. نعم. هذا هو خلاف للرد على هذا القائل، قال وإن لم يتصرف فيه، يعني بعض العلماء قال هو لا يملك بالقبض بل يملك المقترض المال المقروض بتصرفه فيه فقط، هكذا قال. فإذا رد عليه بقوله فإن لم يتصرف فيه. كالموهوب، نعم، هذا المال الموهوب يملكه بالقبض كذلك هنا أيضا. قال شيخنا واللوجه في النقود المعتاد في الأفراح أنه هبة لا قرض، وإن اعتيد رد مثله. هذا مسألة، يعني عند الناس عادة في تقديم الهدايا في الأفراح في المناسبات، وهذا يعني يرد مثله بزايد أو بدون زايد في أفراح في فرح الرجل الآخر في مناسبته، هكذا عند الناس يعني تبادل الهدايا في الأفراح والمناسبات كالختان والنكاح، هكذا هكذا يقدم هدية هدية هكذا. فإذا النقوط معناه الهدية في الفرح، هذا هكذا عادة. فإذا في هذه العادات هل يعتبر هذا هبة أو قرضا؟ باعتبار العرف يرد البدل المثل، فإذا نظرا إلى رد المثل حسب العادة هل يعتبر قرلا أو أن لا يعتبر هذه العادة يجعل هبة؟ لو ذكرنا أن هذا قرل يجب رد مثله، لو ذكرنا هبة ثم رد المثل رد المثل أو لم يرد المثل فلا بأس. لكن هنا بعض التفاصيل، عبارة التحفة والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ولا أثر للعرف فيه، هذا العرف اضطرد برد مثله لكن لا أثر له، لماذا؟ لاضطرابه، ليس هنا عرف واحد فقط بل عند قوم يرد فعند قوم لا يرد، هكذا مضطرب هذا العرف، يعتمد على العرف لو كان منضبطا، هذا عرف ليس بمنضبط، لكن ما لم يقل خذه مثلا أو ينوي القرض، لو قال هذا المقدم لصاحب الفرح خذه ثم خذه قال ونوى القرض، عندئذ يكون قرضا. نعم. لو كان هكذا يكون قرضا وإلا لا يكون قرضا، هكذا تفصيل فيه. نعم. فإذا في هذا النقوط في الأفراح هكذا تفصيل، يعني وقدم هكذا هدية ثم بعد ذلك قال خذها عند هذا القول نوى القرض يكون قرضا، ويصدق بنية ذلك هو أو وارثه،
فإذا ينبغي أن يتحذر من هذا. ممكن بعض الناس يقدمون الهدايا بنية القرض، وعلى هذا يحمل اطلاق من أنه قرض، في الأفراح أنه هبة لا قرض، وإن اعتيد رد مثله، ثم ولو أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت لا يرجع به على اللوزعين. رجل أنفق على أخيه، أخيه المسلم هكذا، ثم هذا أخ رشيد ليس سفيها ولا مبذرا بل كان بالغا رشيدا، ثم وأنفق على عياله أيضا، عيال الإخوان، عيال الأخين، كم أنفق سنين؟ سنين ليس شرطا، يوما أو يومين، يعني هذا طالت مدته أو قصرت أيا كان، هو ساكت، المنفق كان ساكتا، يعني هو لم يذكر أنه ينفق عليه بنية القرض أو الرد لا يرجع به، هل يرجع به أو لا يرجع به؟ لا يرجع به على الأوجه، نعم، الراجح هكذا. وجاز لمقر استرداد، ونفع بلا شرط، وجاز لمقر استرداد لما أقر له طلب الرد، يجوز له طلب الرد استرداد، استرداد متى؟ استرداد أي شيء؟ استرداد مال المقروض متى يجوز له؟ حيث بقي بملك المقترض. فإذا لو أنفقه المقترض بعد ذلك لا يجوز استرداده، بل وهو يطلب مثله فقط، هذا استرداد نفس المقروض، هذا الذي قال هل يجوز او لا يجوز، يعني هذا المقترض ملك هذا بالقبض قبض، بعد ذلك هل يجوز للمقترض استرداده؟ نعم يجوز، حيث بقي بملك المقترض يجوز. وان زال عن ملكه ثم عاد على لوجهه، ممكن هذا الشيء باق في ملكه الان، لكن قبل ذلك زال من ملكه ثم عاد اليه، ممكن هو باع ثم اشترى هكذا، بخلاف ما لو تعلق به حق لازم. اذا لو تعلق بهذا المال المقروض تعلق حق لازم لا يجوز بعده استرداد نفس هذا المقروض، بل لا وهو يطلب استرداد رد مثله فقط. حق لازم تعلق حق لازم، ما هو الحق اللازم؟ كرهن، يعني هذا رجل اقترض شيئا من رجل اخر ثم جعله رهنا عند رجل ثالث، فاذا تعلق به حق المرتهن، او كتابة، يعني هو كاتبه، ثم فاذا هذا رجل اقترض عبدا او امتا ثم كاتب هذا العبد كتابة، بعد ذلك لا يجوز للمقترض مقرض استرداده فلا يرجع فيه، يعني لا يصح حينئذ اذا تعلق به حق. نعم، لو آجره رجع فيه، لو آجره يعني المقترض جعله في مقابلة الإجارة، آجره آجر هذا الشيء المقروض، فإذن يجوز له طلب استرداده. لماذا؟ وهذا بالنسبة إلى الإجارة الحق يتعلق بالمنفعة فقط لا يتعلق بالعين، لأجل ذلك نعم. ويجب على المقترض رد المثل، نعم، هكذا لو تم القرض ماذا يجب على المقترض؟ يقترض على المقترض يجب رد المثل، هذا مثل في المثلي أو يعني قيمته في المتقوم كما يذكر، رد المثل في المثلي. ما هو المثلي من الأموال
وهو النقد والحبوب. جميع أنواع الحبوب مثلي، أرز، بر، هكذا هكذا، أي شيء هذا مثلي، فإذا يجب رد مثلي. ثم ولو نقدا عبدت له السلطان لأنه أقرب إلى حقه. وقيل هذا كان نقدا عبدت له السلطان، ماذا عبدت له السلطان؟ يعني المعاملة به. نقد هنا الدينار والدرهم، يعني الذهب والفضة. ثم بعد ذلك عبدت له السلطان المعاملة به، فإذا هذا هو الواجب، يعني هذا نفس النقد، هذا نفسه الذهب المضروب واجب أرده. لماذا؟ لأن هذا المثلي، لأنه يعني هذا المثلي أقرب إلى حقه، إلى حق المقرر. لماذا؟ هو أقرب هذا الشيء، لأنه أقرب إلى حقه. هذا إلة لوجوب المثل في المثلي، يعني لا يجب القيمة. نعم، هذا وجوب المثل في المثلي. متى يجب؟ حيث لا استبدال. نعم، لو لم يكن هناك استبدال يجب المثل في المثلي، يجوز الاستبدال كما ذكرنا سابقا. فإذا لو كان استبدال من المقرض والمقترض بدل هذا المال فلا يجوز المثل، بل يجب البدل. نعم، أما مع استبدال كأن عوض عن بر في ذمته، أو عوض في بر في ذمته ثوبا أو دراهما، فلا يمتنع لما مر من جواز الاعتياض عن غير المثمن. هذا ليس ثمنا بل هذا دين في الذمة، يجوز الاستبدال فيه. لأجل ذلك هذا مثل متى يجب؟ لو لم يستبدل، لو استبدل يجب البدل. نعم، ثم المثلي النقد والحبوب. بعده ورد المثل صورة في المتقومين. رد عين المثل هو في المثلي، رد صورة المثل في المتقومين. متقوم يعني لا يمكن، لا يجوز اعتبار مثله بل اعتبار قيمته فقط. ما هو المتقوم؟ وهو الحيوان والثياب والجواهر، كل هذه من المتقومات. نعم، ولا يجب قبول الرديء عن الجيد، يعني هذا رجل أقرل جيدا من نوعه، إذن لو رد الرديء لا يجب القبول. ولا قبول المثل في غير محل الإقرار، يعني رد المثل هذا، يعني كان الواجب رد المثل، فإذا رد المثل أين؟ في غير محل الإقرار، فهل يجب على المقرض قبول هذا في غير محل الإقرار؟ لا يجب. متى لا يجب؟ إن كان له ورض صحيح كأن كان لنقله مونة. لو كان للمقرض في عدم قبوله غرض صحيح، ما هو الغرض الصحيح؟ مثاله كأن كان لنقله إلى أين؟ إلى محل الإقرار مونة، أجرة، ولم يتحملها المقترض، فهذه المونة لا يتحملها المقترض، عندئذ لو أبى من قبوله فله غرض صحيح فلا يجب قبوله. فإذا في عدم وجوب القبول ينبغي أن يكون مثلي، فإذا لو كان قيمة سيأتي. هذا مثال للغرض الصحيح، ذكر كان كان لنقله مونة ولم يتحملها المقتدر. كذلك يذكر مثال آخر، أو كان الموضع مخوفا، يعني في هذا المكان لو قبله يخاف على ماله، يجل ذلك يعني يخاف على سارق
أو يعني غاصب هكذا. ولا يلزم المقتر الدفع في غير محل الإقرار إلا إذا لم يكن لحمله مونة أو له مونة وتحملها المقرض. إذن لا يلزم المقرض، يعني المقرض طلب، أين طلب؟ في غير محل الإقرار. فإذن هل يجب على المقتر الدفع؟ لا يجب، بل لو طلب في محل الإقرار يعني يجب. خلاصة هذه الأحكام أن رد المثل عين في محل الإقرار، رد المثل في محل مثل في محل الإقرار، بناء على هذا ذكر هاتين المسألتين. في غير محل الإقرار له طلب لا يجب عليه الدفع إلا إذا لم يكن لحمله مونة، إلا إذا لم يكن لحمله مونة. فإذا لو كان له لحمله مونة لا يجب، لو لم يكن لحمله مونة يجب. ثم أو له مونة أو تحملها المقرض عندئذ أيضا يجب، لكن له مطالبته في غير محل الإقرار بقيمة بمحل الإقرار لا يجوز له مطالبته في غير محل الإقرار. هذا متى؟ لو أراد المثل. فإذا لو أراد القيمة في المثلية أيضا يجوز له، في المتقدم يجوز، أما في المثلية يجوز لو أراد قيمة المثلية. هذا الذي قال في غير محل الإقرار بقيمته، يطالب يطلب من المقترض قيمته، قيمة المثل بمحل الإقرار. فإذا كيف تعتبر القيمة؟ هل تعتبر قيمة هذا الشيء في محل الإقرار أو في محل المطالبة؟ تعتبر القيمة في محل الإقرار. ثم في محل الإقرار ممكن اختلفت القيمة وقت الإقرار وقت المطالبة هكذا يختلف، فماذا يعتبر؟ هذا الذي قال وقت المطالبة، نعم يعتبر. فيما لنقله مونة، وهذا متى يصح؟ لو كان لنقله مونة يجوز له مطالبة قيمته ولم يتحملها المقرض. ثم لجواز الاعتياض عنه، ثم وجاز لمقرض نفع بلا شرط، يعني هذا رجل اقترض ثم بعد ذلك يعطي المقترض للمقرض بعض النوافع، إما يقدم إليه هدية هكذا. فإذا هذا النفع هل يجوز للمقرض قبوله؟ هل يجوز للمقرض قبوله؟ نعم يجوز، لو لم يشترط هذا النفع في صلب عقد الإقرار، لو شرط لا يجوز بل يكون ربا من الكبيرة. نعم هذا الذي يقول وجاز لمقرض نفع يصل له ممن من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة أو الأجود عن الرديء، كل هذا نفع. فإذا هذا أقرض شيئا رديئا ثم رد الأجود من هذا النوع، أو يعني زاد قدرا أو زاد صفة هكذا، يعني هو أقرض ألفا ورد مئة وألفا، فإذا زاد في قدره هكذا. هذا يجوز بلا شرط في العقد، بل يسن ذلك، ليس هذا جائزا فقط بل هذا سنة. نعم يسن ذلك لمقترض، لمن يسن؟ ليس للمقرض قبوله سنة، بل هذا بالنسبة للمقترض هذا النفع يوصله إلى المقرض من السنن، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء،
إن خياركم أحسنكم قضاء. خيار بمعنى الخير مفردا، أو يعني هو خير جمع خير، نعم، أحسنكم قضاء. أو هذا الحديث يدل على أن الرد، رد الأحسن هو سنة، نعم. ولا يكره للمقر ليأخذه. أولا ذكر جاز نفع، هذا الجواز بمعنى الإباحة أو يعني بمعنى نفي الحرمة والمعصية فقط، لو كان كذلك يجتمع معه الكراهة، لذلك قال لا يكره إذن للمقر ليأخذه، يعني هذا جواز مستوي الطرفين، كقبول هديته، كقبول المقترل، مقترل قدم هدية لا يكره، ولو في الربوي، نعم، لو كان في الربوي أيضا هذا النفع ليس بكراهة، نعم. والعوجه أن المقرل يملك الزائد من غير لفظ، فإذا هكذا لو قدم الزائد هل يحتاج إلى إيجاب وقبول؟ لا يحتاج إلى إيجاب وقبول في تمليك هذا الزائد، بل بالقبل يملكه، لأنه وقع تبعا، تبعا لرد المثل، نعم. هذا رد المثل من مقتضيات الإيجاب والقبول لعقد الإقراضي، نعم. وأيضا وهو يشبه الهدية، في الهدية لا يشترط الإيجاب والقبول، لذلك فإذا ذكر علتين، لكن هذا في أي زائد يملك المقر مقتر مقرل بالقبل، لو كان الزائد قدم بنية الزيادة، فإذا لو قدم الزائد، لو أعطي الزائد خطأ هل يملك ولا يملك؟ لذلك قال يقال قد يقال محل ذلك إذا دفع الزيادة عالما بها ولم يكن له عذرا، ما لو دفعها بظن عدم الزيادة فبانت الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد، كما لو قال المقترض ظننت أن حقك كذا فبان أنه دونه، أو دفعه بغير عد وقال ظننت أنه بمقدار حقك، هكذا صور، يعني هو أتى المثل بدون عد وظن هذا بمقدار حقه، أو هو أخطأ في الظن، مثلا هو كان في ظنه أنه اقترض ألفا، في الحقيقة هو اقترض 900 فقط، فإذا أرد ألفا، في مثل هذه الحالات لا يملك. ثم بعده وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه حلف ورجع فيه، هذا من فروع ما بين، إذن هذا قوله أن المقترض، هذا اعتفنا على قوله أن المقترض، يكون المعنى واللوجه أن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه ثم ادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه، يعني ما أعطاه بظن الزيادة وأداء السنة وأداء الأحسن، هكذا ما أعطاه عندئذ حلف أو حلف، يعني يأمره القاضي أن يحلف فرجع فيه، هذا زائد يأخذ من هنا. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، هذا محترز قوله بلا شرط، فإذا لو شرط النفع لمقرض، شرط في العقد كما ذكر سابقا، بلا شرط في العقد، لو شرط في العقد يكون فاسدا، فإذا لم يشرط في العقد بل توافقا أولا ثم بعد ذلك كان تمحل العقد للقرض فقط،
لقد ترحل للقرل فقط، لكن كان قبله يعني توافق بينهما بنفع للمقرذي، هذا أيضا لا يبطل. لذلك قال في اللاقدين. أما القرل بشرط جر نفع، جر يعني جلب نفع، لمن؟ لمقرل ففاسد. هذا مثاله هذا رد صحيح عن مكسر، يعني هو أقرض نقدا مكسرا بشرط أن يرد صحيحا أو زيادة على القدر المقرضين أو جيد عن ردي أو غير ذلك، هكذا. أو يعني يقدم معه هدية أخرى. ففاسد لخبر يعني لحديث كل قرل جر منفعة وهو ربا، لكن هذا حديث ضعيف، فإذا كيف يستدل به هذا الذي يبين بعده؟ وجبر ضعفه مجيء معناه عن جم من الصحابة، فإذا هذا مجيئه عن جم من الصحابة أي يعتبر يعني بمنزلة الحديث المرفوع. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يقال بالرأي بل الاجتهاد، لأجل ذلك أقوال الصحابة في هذه المسألة يجبر ضعف هذا الحديث. نعم. ثم بعده لماذا يبطل به؟ يعني هذا شرط هذا النفع مما يخالف ينافي مقتضى عقد القرل. كيف يكون منافيا لمقتضى عقد القرل؟ لأن القرل موضوع للإرفاق للشفقة على المحتاج، للإرفاق على المحتاج، فإن شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه يعني عن وضعه الشرعي فمنع صحته، هكذا ذكر في النهاية والمؤمنين هذا. فإذا كأنه يربح المقرل، يربح في هذا العقد، فهذا شأن البيع ليس شأن القرل. ثم بعده ومنه القرل لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرل إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا. نعم. ومنه من أي شيء؟ من القرل بشرط جر نفع، من القرل بشرط جر نفع، القرل من هذا القبيل من جملتها. رجل يقرض لمن؟ لمن يستأجر ملكه، فإذا أنا أقرض لرجل هو يستأجر ملكي، كيف يستأجر؟ بأكثر من قيمته، يعني بأكثر من أجرة مثله، هذا أجرة مثله 1000 فقط، لأن هو يستأجر مني بمئة وألف، لأجل ذلك أنا أعطيه القرض. نعم. هذا يستأجر ملكه، أي مثلا إما يستأجر أو يشتري ملكه، هو يشتري مني شيئا بأكثر من ثمن مثله، أو يخدمني أو يخدمه أو يعلم ولده أو نحو ذلك، هكذا يعني شيء من أنواع المنفعة التي ترجع إلى المقرض، هذا هو المراد هنا، ليس الاستئجار فقط، لكن بأكثر من قيمته. نعم. لأجل القرل، لماذا يستأجر بأكثر من قيمته؟ لأجل القرل، هو يريد القرل، لأجل ذلك هو يعطي شيئا زائدا في الأجرة أو القيمة، هكذا. وهذا يكون من ذلك، يعني من القرل بشرط جر نفع. متى يكون من ذلك؟ إن وقع ذلك شرطا، يعني شرطا في العقد، لو لم يكن واقعا شرطا فلا بأس. فإذا هو يقول هكذا، أقرلتك هذا على أن تستأجر ملكي بكذا،
فإذا هذه الأجرة زائدة على أجرة المثل هكذا. فإذا لو توافقا أولا ثم تمحل العقد للقرض فلا يحرم، لكن يا يكره كما يقولون. هو إذ هو يعني القرض في هذه الصورة حينئذ لو وقع في العقد حرام إجماعا، وإلا أني لو لم يكن في العقد كره عندنا وحرم عند كثير من العلماء، قال في السلوكي. نعم. ويجوز الإقرار بشرط الرهن. فإذا بناء على ما سبق جاز نفع بلا شرط، معناه لا يجوز نفع بشرط. فإذا لو شرط الرهن أو الكفيل ففيه أيرجع نفع إلى المقر، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم هذا جائز، وهذا كأنه مستثنى مما سبق، يعني لا يجوز نفع بشرط، نفع يرجع للمقر. نعم وهذان جائزان، هذا الذي يقول ويجوز الإقرار بشرط الرهن أو الكفيل. ولو قال أقر لهذا مئة وأنا لها ضامن فأقر له المئة أو بعدها، كان ضامنا على الأوجه للحاجة، كألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. لو قال رجل لآخر أقر لهذا، يعني أقر لهذا الشخص ماذا تقرض؟ مئة من الدرهم هذا وأنا لها ضامن فأقر له المئة أو أقرض البعض، كان ضامنا، يعني هذا العامر وهذا القائل يكون ضامنا على الأوجه للحاجة، يعني هذا ضمان أمر محتاج فيه. ثم نظيره هذا، رجل قال لآخر ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، هذا متى يقول؟ يعني عند الإسراف، عند الإشراف على الغرق، سفينة مشرفة على الغرق، عندئذ قال آخر، قال رجل لآخر أن يلقي متاعه لئلا أتغرق السفينة في البحر، هكذا ألقى، فإذا يجب علي الضمان. وقال البغوي رحمه الله لو ادعى المالك القرض والآخذ الودية، هكذا اختلفا، إن صدق الآخذ لأن الأصل عدم الضمان خلافا للأنواري. ذكر في الأنواري لو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ كانت ودية فهلكت، وقال الدافع بل قرضا صدق الآخذ بيمينه. فإذا لو كان وديعة لا يجب الضمان هناك بسبب الهلاك، لو كان قرضا لا يجب الضمان، هذا هو سبب الاختلاف. نعم.